وفي العصر الحديث عصر محمد علي تم بناء جيش مصر من المصريين. كان الجيش المصري دائما مع الشعب في كل الثورات التي شهدتها مصر، كان الجيش منحازا إلى الشعب المصري لأنه يعرف ويدرك تماما أن أصل الشرعية هو الشعب المصري وليس أحدا آخر. ربما ذلك هو الذي يوضح موقف الجيش المصري خلال ثورة 25 يناير. انحاز منذ البداية إلى الشعب ووقف مع الشعب، وتحدث المشير قبيل الثورة بأسابيع قليلة عن المؤامرة التي تستهدف مصر، عن القوى المتآمرة التي تريد أن تدفع بسقوط الدولة المصرية. لكل ذلك اسمحوا لي أن أتوقف أمام عدد من الصفحات المهمة. الصفحة الأولى يوم أن التقيت السيد البشير حسين طنطاوي في القصر الجمهوري ونحن نحاور السيد عمر سليمان يوم الأربعاء 9 فبراير يوم الثلاثاء 8 فبراير 2011. كان هناك حوار بيننا وبين السيد عمر سليمان، كان نائبا لرئيس الجمهورية في هذا الوقت. وبعد أن انتهى الحوار قابلت المشير طنطاوي، وبعد أن صافحته قلت له أن الشعب المصري خايف من تدهور الأوضاع وانهيار مؤسسات الدولة، فقال وهو يربت على كتفي: ما تخافش على مصر، طول ما جيش مصر موجود وقائم وموحد ومتماسك. قبلها بأيام قليلة كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد اجتمعت في الأول من فبراير في الصالون الملحق بمكتب السيد المشير، وأقسموا على المصحف أنهم سيقفون مع الشعب، وأصدروا البيان الأول العملي والذي أعلنوا فيه أنهم لن يستخدمون العنف أبدا ضد الشعب المصري وضد المتظاهرين.